أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عظم قدر جاه محمد، الله عظم قدر جاه محمد وأنا له شرفا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. ترنم في غصن الهنا طائر البشر بميلاد سبط المصطفى صاحب الأمر، وطاف مدير الكأس يجلو سلافها ولكنها كأس المسرة لا الخمر، وحال بالصحب السرور فكلهم سكارى وما في رؤوس القوم من القائم المهدي نور، القائم المهدي نور سيولد وكل موال صادق سوف يسعد، به همت شوقا والفؤاد موقد، هو الروح من كل العيوب
مجرد فذرني فإني في هواه مخلد. تداخل في قلبي هواك وفي دمي، وكيف وأنت ابن العلا من فاطم، ولست كما قالوا لعيسى ابن مريم، فلو لم تكن نورا بغرة آدم لما قال للأكوان خالقها اسجدوا. إذا ذكر المهدي من آل أحمد له الروح شوقا بالمسرة ترتدي، وأفضل ما يتلى إذا فاح ذكره صلاة وتسليم لآل محمد. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلاد منقذ البشرية أمل الشعوب إمامنا بقية الله في الأرض الحجة المنتظر القائم من آل محمد. صلوات الله وسلامه عليه. ارتبط ذكره بذكر ذلك اليوم الموعود لأنه هو المؤمل لذلك اليوم، ذلك اليوم الذي وعد الله سبحانه وتعالى وآلى على نفسه وقطع أن ينشر دينه فيعم الأديان ويعم البشرية ويعم البلاد والعباد، فلا تبقى راية فوق راية الحق، ولا تعلو راية على راية دين الله سبحانه وتعالى. وجاء اللفظ في القرآن الكريم بلفظ الوعد وبصيغة الماضوية للاستمرار في القطع وبيان أن هذا الأمر مفروغ منه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن توهم أن هذه الآية نزلت تتكلم عن الصدر الأول من المسلمين الذين هاجروا ولاقوا الضيم، فواعدهم الله بالتمكين في الدين ومكن لهم دينهم، هذا متوهم، لأن الدين دين النبي صلى الله عليه وآله دين الله، جاهد رسول الله صلى الله عليه وآله من أجله إلى آخر سنة قبل وفاته. النبي صلى الله عليه وآله يدير معارك وغزوات، ما انتشر الدين على أرجاء المعمورة. وإن قلت لي أن التمكين في الدين كان بعد وفاة رسول الله
فلا أعتقد أن اثنين يختلفان في أنه إذا كان أعمدة الدين قد لاقاهم الضيم وقد لاقوا الظلم وقد لاقوا كل جور وكل أذى، كيف يمكن للدين أن يتمكن إذا كانت رموز الدين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم عترة رسول الله مضطهد؟ لا يقول قائل وقد قيل ذلك أنه كان في العصر الأموي أو العصر العباسي، فدونك التاريخ واقرأ، لا يمكن أن يمكن الدين مع الظلم، ما يمكن أن يأتي الدين ممكنا وقد سيطر على أرجاء المعمورة وفي المقابل كان سبب انتشار هذا الدين، سبب انتشار هذا الدين الظلم والقهر وقتل النفس البريئة وعدم إقامة حدود الله، هذا مو تمكين. إذن الذي يقرأ روايات أهل البيت، ولو لم توجد هناك روايات بهذا الشأن، فقط قرأ السير التاريخي لعرف أن هذه الآية ما جاء تحقيق الوعد الإلهي فيها لحد الآن، ما طبقت هذه الآية. متى يفي الله بالوعد؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، في الرواية هم محمد وآل محمد، الوعد يكون مصداقه هو ذلك اليوم الذي يخرج القائم صاحب العصر والزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. يوم القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو يوم من أيام الله اللي يقول الله جل وعلا وذكرهم بأيام الله. قال إمامنا الباقر سلام الله عليه: أيام الله ثلاثة، يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة. فيوم القائم من أيام الله، ذلك اليوم الذي جعله الله من الغيب الذي يكون علامة المؤمن أن يؤمن بالغيب. فقال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. قال: الغيب هو يوم القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذلك اليوم الذي أمرنا بالمرابطة من أجله، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. رابطوا، قال أن ترابط لإمام زمانك الحجة بن الحسن. ذلك اليوم الذي كتبه الله قبل خلق الخلق ووعد أن العباد الصالحين سيكونون هم الوارثون لتلك الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ذلك اليوم الذي سيمن الله سبحانه وتعالى على المستضعفين، يقول الإمام الصادق: نحن المستضعفون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هو يوم القائم صلوات الله وسلامه عليه. جعل الله سبحانه وتعالى ميلاده في مثل هذه الليلة فجرا، وبذلك اكتسب يوم النصف من شعبان عظمة زائدة على عظمته. شاءت إرادة الله قبل ميلاد الإمام الحج في مثل هذه الليلة ومثل يوم غد، شاءت إرادة الله أن يجعل العظمة في النصف من شعبان، يوم النصف من شعبان من الأيام العظيمة قبل مولد الإمام الحج. اللي زاد هذا اليوم عظمة هو ميلاد الإمام المنتظر سلام الله عليه. حتى نعرف قيمة هذه الليلة ونحن في ضيافة من، أخذ من وقتك دقيقتين حتى تتأمل في عبارة جدا عظيمة تزور بها إمامك صاحب العصر والزمان، حتى نتكلم قليلا عن هذه الليلة وأسألك الدعاء.
تخاطب إمامك في الزيارة: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى. الإنسان له قدرتان: قدرة ظاهرية وقدرة باطنية. القدرة الظاهرية جدا محدودة، جنابك ترفع رأسك إلى السماء ما تشوف أبعد من هذا اللون الأزرق اللي تشوفه. في الليل أجرام هي في واقعها كبيرة، في واقعها ضخمة، لكن عينك تراها نقطة لامعة وهي النجمة، أكثر من هذا ما تقدر تشوف. الصوت اللي يجيك إذا شوية ابتعد أكثر من الحد المعين ما تقدر تسمعه، لو تسمع همهمة أو ما تسمع نهائيا. إذا واحد ابتعد وقف عند باب المرفضة وقعد يصارخ عند القرية في البواب في المدخل وقعد يصارخ بأعلى صوت تسمعه ما تسمعه. الصوت محدود، النظر محدود، الحواس محدودة، الطاقات محدودة، لكن هناك قدرة باطنية، هذه راح تكون مضاعفة وقوية جدا 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 في حالات. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني النائم الله يتوفاه هو في الواقع، لكن الفرق بين الميت والنائم أن الميت فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يأخذ يتوفى روح الإنسان ثم يرجعها له حتى يستيقظ من النوم. الرؤية الصادقة ما هي؟ عبارة عن جولة للروح في عوالم لا يمكن للروح أن تتجول فيها ما دامت في الجسد وما دام الإنسان مستيقظ. إذن أكو طاقة، أكو قوة باطنية عند ذهاب عنصر المادة، عند عدم سيطرة المادة الروح تنطلق. ولهذا إذا توفى الله الإنسان، أطال الله في أعماركم جميعا أحبتي، إذا توفى الله الإنسان، القرآن يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم، مو نفس هذا البصر اللي كان في الدنيا، فبصرك اليوم حديد، يصير الإنسان نظره غير نظر، إدراكاته غير إدراكات، ذاكرته غير ذاكرة، طاقاته كلها تتفتق. في الدنيا الناس متفاوتون في الاستفادة من طاقاتهم المعنوية بحسب قربهم من الله، بحسب ابتعادهم عن دنيا المادة، الناس تتفاوت. شوف القرآن شنو يقول، يتكلم عن التكامل في التقوى: كلا لو تعلمون علم اليقين، لو كان عند الإنسان يقين، علم اليقين، لترون الجحيم. وين نشوفها؟ وإحنا بالدنيا. ثم لترونها عين اليقين يوم القيامة. شلون نشوفها؟ يعني بعيوننا، الإنسان عينه ما يشوف جهنم وهو في الدنيا، ما يمكن. لكن يقول هذا اليقين، يعني التكامل، اليقين اللي راح يكون عندك يجعل حالك حال الذي رأى نار جهنم. في صفات المتقين يقول أمير المؤمنين: فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. يشعر أنه معذب، يشعر بحرقة نار جهنم، يرى بعينيه نار جهنم وهو في الدنيا، لكن بعين البصر لو البصيرة، بعين البصيرة. أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى أجل صاحب الزمان سلام الله عليه، أمير المؤمنين بكلمة يوصل إلى أذهاننا فكرة، يقول: أنا علي بن أبي طالب عندي بصيرة وبصيرة وبصيرة ثاقبة، بحيث أنني من غير أن أرى ببصري أرى ببصيرتي كل شيء، بحيث سيدي يا أمير المؤمنين شنو تقول؟ يقول: بحيث أقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقين،
لو أن الحجب فعلا أني أشوف بنظري نار جهنم، لو بنظري أشوف جهنم بنظر هذا العين المجردة ما ازداد يقيني، لأن يقيني واحد، أنا عايش حالة ما أرى، سواء كشف الحجاب أو لم يكشف ما راح يتعبى اليقين، لأن يقيني كأس مليان خلاص امتلأ يقين. أنت تخاطب إمامك صاحب الزمان في الزيارة، السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى، وبعد وسدرة المنتهى أعلى مكان، المكان اللي يلتفت جبرائيل. عبد الله بن عباس الرواية يروي عن رسول الله لما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى سدرة المنتهى يلتفت إلى جبرائيل: حبيبي جبرائيل ألا تتقدم معي؟ قال: لا ما أقدر يا رسول الله، خطوة واحدة أحترق. فكانت سدرة المنتهى خطا أحمرا على الجميع وخطا أخضرا لمحمد. الإمام يقول خاطبه: يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى هناك. يعني شنو؟ يعني ليس بين الإمام وبين الله حجاب، ليس بين الإمام وبين الله إلا كل القرب والاتصال، حبل ممدود بين السماء والأرض، فاعرف نفسك في ضيافة من هذه الليلة. هذا أول. قلت لك الليلة بطبيعتها عظيمة، اللي زادها عظمة هو الإمام سلام الله عليه، فأنت في ضيافة الإمام. هذا جانب. اثنين، تقول الرواية: هذه الليلة هي الليلة التالية بالفضل بلا فصل، التالية بالفضل لليلة القدر، أعظم ليلة ليلة القدر، بعدها مباشرة ليلة النصف من شعبان. بعض الروايات تقول هذه الليلة هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم، بعض الروايات تقول هذه الليلة هي الليلة التي يقدر الله فيها الأرزاق إلى العام القادم، ليلة النصف من شعبان يقدر الله لك رزقه فاسأل الله من فضله. إذن شو الفرق بين هالليلة وبين ليلة القدر؟ هذه الليلة التقدير وفي ليلة القدر الإمضاء. أحسنت، رحم الله والديك. إمضاء. فأنت أمام ليلة القدر، ليلة عظيمة تحتاج تمهيد وتجهيز وتحضير، نحتاج إلى تحضير، إلى تجهيز، إلى تهيئة حتى ندخل ونلج إلى ليلة القدر. هذه الليلة هي مقدمة وتهيئة لتلك الليلة، لنضيعها يا إخوان. سويعات قليلة، أكو أعمال جدا عظيمة، راجعوا، موجودة في المفاتيح، مو بصدد أن أعدد لك الأعمال تقرأها أولا ثانيا ثالثا اللي تقدر عليه. أولا الغسل هذه الليلة، لماذا؟ شوف الغسل شنو بي فايدة عظيمة. الإنسان إذا عنده حقائب ثقيلة راح يصعب عليه المشي، راح تصعب عليه الحركة، فإذا ترك شوية هذه الحقيبة أو خفف من هذه الحقيبة وصارت حقيبته صغيرة راح يسرع المشي. تقول الرواية: الغسل هذه الليلة يخفف عن الإنسان ذنوبه، تحط من الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإحياء هذه الليلة. آخر كلمة، وإذا تريد تعرف حقيقة من باب المؤانسة، إذا تريد تعرف فالليلة عظيمة لو مو عظيمة، أو تريد تعرف مقدار عظمتها عند الله، شوف من ضمن الأعمال أكو زيارة الحسين لو لا. كل ليلة عظيمة، راجعوا كتب الأدعية، كل ليلة عظيمة يجيك يستحب زيارة الحسين. الليلة يتأكد على الإنسان المؤمن أن يزور الحسين. الاستحباب وين؟ أن تكون الليلة أنت تحت قبة أبي عبد الله، بس ما وفقنا، حيف ما وفقنا. هنيئا للي وصلوا، هنيئا للي توفقوا هذه الليلة يقفوا، احنا ما وفقنا. يقول أقلة زره عن بعد، شو تسوي؟ أقل شيء، يقول اصعد على السطح
التفت يمينا شمالا تجه إلى جهة كربلاء، قل السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يكتب لك ثواب زيارة الحسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج إمام زماننا، وأن يجعلنا من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه. نسأل الله أن يوفقنا قريبا عاجلا لزيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلوات العاليات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد. أعطيك صلوات ثانية أطمع منك يكون الصوت أعلى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والدر الفاخر والعلم الزاهر المنصور المؤيد والمصطفى الأمجاد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، لما حملت مولاتنا وسيدتنا نرجس صلوات الله وسلامه عليها بإمام الزمان وحجة الأكوان إمامنا القائم المنتظر وصي النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، فإنها ما كانت تشعر بألم ولا وجع، بل كانت تجد خفة واتساعا، وكانت ترى من عجائب الله تعالى ما يحير الألباب والعقول، إذ كانت تسمع ما في بطنها يقول: أفلح من يصلي على الرسول وعلى علي والبتول. يا مستمعين النظام النظام النظام، صلوا على البدر التمام. اللهم صل على محمد وآل محمد، كانت تسمع وليدها وهو في بطنها يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن جدي عليا وصي رسول الله، وأني حجة الله على الخلق. تقول مولاتنا حكيم عليه السلام: بعث علي الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري في مثل هذه الليلة وقال: يا عم اجعلي إفطارك عندنا هذه الليلة، فإن الله سبحانه وتعالى سينير الأرض بنوري وصي النبي محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول مولاتنا حكيمة: فتفحصت جوار الإمام فلم أجد واحدة قد بدا عليها أثر الحمل والولادة، ولما سألت الإمام العسكري عن ذلك قال: يا عم إن مثل ولدي كمثل موسى بن عمران حينما أخفى الله أمر ولادته فلم يظهر أثر الحمل على أمه. تقول مولاتنا حكيمة: فلما انتصف الليل رأيت أنوارا تشع من جبين نرجس، فلما قرب الفجر أن ينبلج ضرب الله بيني وبينها حجابا من نور فلم أعد أبصرها. فبينما أنا كذلك إذ ارتفع الحجاب وإذا بي أرى المهدي ساجدا. فاطمة الزهراء صلوات، الحسن والحسين صاحب العصر والزمان، وصاحب العصر والزمان أعينوني بهالجلوة. الله يعينكم، بيض الله وجهكم باسم مهدينا احتفلنا فرح ميلاد شملنا، باسم مهدينا احتفل شباب فرح ميلاد شملنا، عيد بيه عيدنا كلنا فرح ميلاد شملنا، باسم فرح ميلاد شملنا، عيد بيه عيدنا كلنا فرح ميلاد. الجماعة مو وياي باسم مهدينا، والله المستهل أظل الصبح لا أنا أسمع صوتك. فرح ميلاد باسم مهدينا احتفى فرح ميلاد، عيد بيه عيدنا كلنا فرح ميلاد شملنا، باسم مهدينا احتفى فرح ميلاد، عيد بيه عيدنا كلنا فرح ميلاد. عمي عيد عيد لأهل البيت واحنا صرنا من فاضل الطين، نفرح بشرط المحبة والفرح واجب علينا، ونرجع لهم حيث قالوا انتو منا وانتو لنا. ها اخوتي ها فدوى اروح لك، ها نتشرف من حزب السادة، نتشرف من واحنا لأهل البيت شيعة، فرح هالمولد نذيعة، فرح
يسر لي البضع الوديعة والنبي وحدار عملنا باسم دينا فرح ميلاد شملنا عيد بيه عيادنا كلنا فرح ميلاد يا بكل سنة بهالشهر نعمل حفلة فيها العيد لازم انهني الهادي نبينا والوصي فخر الهواشم والأيمة والبتولة بولدهم نور العوالم وانها ايدك ها خوتها واجبنا العترة نهنيها واجبنا العترة بعد تهني منها نهني نرجس بالسلامة الولد نالت كرامة وألف ألف حصلت علامة وإحنا مسرورين كلنا باسم مهدنا فرح ميلاد الله يعودك عيد بيه عيادنا والله عيد لأهل الملا الأعلى وعيد في الجنة العلية عيدت بيها الحواري وهنوا الزهرة عيد عند أهل العقيدة من البشر أهل الحمية أخوتها عيدنا عيدنا بمولد مهدينا عيدنا بمولد شارك المصطفى بعيدة أهل بالطلعة الرشيدة تبشروا يا أهل العقيدة بالولي شايل حملنا باسم فرح ميلاد شملنا عيد فرح ميلاد ارفع ايدك بالدعاء نقسم اللهم باسمك واسمك مقدس جلال بالنبي المختار نقسم ونقسم باسماء آل ولي امر الكون يظهر وبالعجل تعلم بحاله أخوتي زين ما نمتو نتجند كلنا بهالدولة نتجند كلنا تنتعيش به الشريعة ويصلح وضع الشنيعة والخالق كلها تطيع ويرف بالعالم عالمنا باسم مهدينا
عيد بيه عيا مولاي راحت راحت يا مهد الدنيا ما ظل بيها راحت والله يا مهدي يا مهدي سمعني يا مهدي الدنيا ما ظل بيها راحت لياليها الهنية عنها راحت مولاي يمتى تجي يمتى تجي ونوضع براحتك راحت وترد بيك الحياة حلوة وزهية صلوات شبنا 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 جمر بعدك يا مهدي الأمة شبينا شبنا ومن كثر القهر والضيم شيبنا عم شيبنا شبنا تعال وعاين بعيناك اشفينا تعال وعاين بعيناك شبنا شبنا لجل تلف بعجل المن للجعفرية مهدي 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 كنت وانا رضيع بوسط كنت وانا رضيع بوسط مهدي انا غو باسمك لها عيوني جديت الشفاعة وادري ما يبخل علي فدوا لها الاصوات آخر أبو ذي الأمير المؤمنين بس أقدم لها بيتين تحضير قال النواصب قال النواصب من ترفض قد هلك قال النواصب من ترفض قد هلك قلت الذي نصب العدا سقرا سلك إن كان تقديم الوصي ترفضا فالله أول رافضي دون شان عمي وغيرا بالشوق الف غزوه الي بالشوق الي بالشوق الف غزوه وغيره وغيره الي والك بين الخلق شيمه وغيره عمي انا بس العلي بس العلي مخلص أنا بس العلي يا علي يا علي يا علي أنا بس العلي مخلص وغيره وغيره رفضت وصرت شيخ الرافضية أفضل الصلاة أثابكم الله جميعا وأعادنا الله وإياكم. قبل الدعاء إخواني أحبتي هناك جمع لصالح ليالي القدر إن شاء الله فلا تبخلوا وأجركم محفوظ عند صاحب العصر والزمان روحي لتراب مقدمه الفداء.
لقضاء الحوائج، لشفاء المرضى، لتنفيس الكربات، لتعجيل الفرج. لا ننسى دعاء الفرج هذه الليلة بصوت واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. شاف اللهم وعافي به مرضانا، لا سيما مرضانا المنظورين. قض اللهم به حوائجنا، تقبل به أعمالنا، ارحم به أمواتنا، فك به قيد أسرانا، آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ المؤمنين، شيعة أمير المؤمنين، في مشارق الأرض ومغاربها. رد كيد أعدائهم إلى نحورهم، اجعلهم سالمين غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. جماعتي الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، المؤسسون والباذلون، تقبل اللهم عملهم، احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح أمواتهم وموت المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من مضى من أهل هذا الجمع الكريم. رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة معطرة بالصلوات.